اروح لمشاري. يا مشاري حياك الله يا عبد الله. هاي يا مشاري قل لي مين معك؟ انت عارف على المشترك اللي معنا. حياك الله. محمد بن حسن الاحمدي. انعم واكرم يا محمد. شو اخبارك يا محمد؟ بخير الحمد لله والله. ان شاء الله تمام. كيف الامور اليوم؟ كيف استعداداتك؟ والله ان شاء الله تمام ان شاء الله باذن الله. باذن الله. كيف تقنع المدربين اليوم يا محمد؟ ان شاء الله ندي عليه ندي اللي علينا والله موفق ان شاء الله باذن الله. محمد الساحه القرانيه بين يديك وننتظر ابداعك ونتمنى لك نتفق معك اليوم باذن الله انك تكون من ضمن الفائزين باذن الله. موفق ان شاء الله. محمد بن حسن بن سعيد الاحمدي العمر 21 من حلقات الجمعيه الخيريه لتحفيظ القران الكريم بالمدينه المنوره. هو توفيق من الله ولله الحمد، ثم والدي جزاهم الله عني خير الجزاء، ومشايخي أسأل الله لهم الأجر والمثوبة. شاركت من قبل لكن رهبة المكان لها رهبتها، لكن بإذن الله الله المعين والموفق. المجال منافسة كما قلت يعني إن شاء الله، والكل فائز في هذه المسابقة إن شاء الله. استفدت من المشاركة في زيادة المعرفة بالمسابقات. به تعلو مراتبنا، فيا طوبى لمن حملا، وطيبة في سنابلها تباهي الكون مكتملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير.
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ أهلا يا محمد. أهلا بالأحمدي، ثاني أحمدي معنا في المسابقة. عاد الحمد ما شاء الله في المدينة ما يحتاج. طيب يقرب لك عمر الأحمدي ولا ما يقرب لك؟ لا والله. طيب نشوف لجنة التحكيم ده مع شيخ صابر. الله يكتب أجرك يا محمد ويرفع قدرك ويجعلك من أهل القرآن. قراءة جميلة، يعني إن أردنا أن نعبر نقول قراءة محبرة مترسلة رائعة رائقة، صوت الشجي، وقراءة متوازنة راسخة. أنا كل شيء له عندي معنى. قد يمكن بعض المشاهدين تتضح لهم بعض الجوانب، لكن قل يمكن راسخة، إيش معنى راسخة هذه عندي؟ أنا بعتقد القراءة فيها ثقل، فيها عدم اهتزاز في الحروف. لا تخلو من التنبيهات. أنا أنبهك الآن، لكن لو قرأت أمامك أو أمام المشاهدين سيطلعوا علي ملحوظات أكثر من هذه بكثير. يعني مسألة أني أعطيك ملحوظات لا تعني أن قراءتك يقل فيها. أزاي كان الهمس فيها ضعيف في أنزل بمعجز؟ لم يكن الهمس فيها ناصع، كان ضعيف. لما قلت يا قومنا أجيبوا، كنت ضغط على صوت الحنجرة. يا قومنا، ما كنت خليت الصوت منفتح والحنجرة مفتوحة. تكفرون، الهمس في الفاء كأنه خرج من بين الشفتين وليس من أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. الموتى، بلى، شوفوا ورا بعض. أي يحيي الموتى، بلى، نظيرين. كأن الموتى، بلى، خرجت عندك الموتى أطول من بلى، برغم أن كلاهما واللفظ في نظيره كمثله. يعني لا أريد أن أكثر عليك في التنبيهات، لكن قراءة رائعة جدا يا شيخ محمد، نسأل الله يفتح عليك وينفع بك. شكرا شيخ صابر. شيخ يوسف، ما شاء الله عليك يا محمد، أهنيك على هذا الصوت الجميل ونقاوة وصفاوة الحروف والاهتمام بالمدود خاصة. يعني ما شاء الله أشوف دقة المد عندك كان دقيق عالي جدا. الغنى أيضا جميلة جدا، وأعجبني كذلك في قراءتك الانتقالات. يعني عندما قال الله عز وجل ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله، كانت جميلة جدا. وكذلك النقلة الثانية ويوم يعرض الذين كفروا، الانتقال ليوم القيامة كانت جميلة جدا جدا. الملحوظة اللي لاحظتها عليك في قوله شيء قدير، كان فخمت الغنة شوي، شيء قدير، ها يعني أقلش أزود شوي. كذلك يعي بخلقهن، كأنك سكنت العين، يعي، صحيح يعي بخلقهن. تمام، وما شاء الله البقية ما أقدر أقول شيء. بارك الله فيك. شكرا شيخ يوسف. شيخ عبد الرحمن، أولا ما شاء الله تبارك الله، المشايخ ما قصروا في مدح القراءة حقيقة، وأنا أقول إن القراءة كانت جميلة رائعة. في بعض الأحيان أو بعض القراءات بعض الأحيان لا تحتاج إلى عرب في المد، تحتاج إلى مد صافي لا يوجد فيه أي تنوع في الصوت، وقراءته كانت منها. يعني لو كان فيها أي يعني تنقل بين طبقات الصوت أعتقد القراءة يعني تخرب القراءة ولا لا تطلع، يعني لا تظهر بهذا الجمال. طبعا كما ذكر الشيخ صابر أنه أي قراءة أي أحد لا يخلو من كمال. أنا عندي أربع ملاحظات سأقولها سريعا. قول الله تعالى أنصتوا، الهمزة لا، حرف الصاد لا يطغى على حرف الألف، فلا يطغى على حرف الهمز
فتكون عندك الهمزة مفخمة أنصتوا، لا أنصتوا، تفخم ترقق الهمزة وتجعل حرف الاستعلاء كما هو. هذا أولا. ثانيا الشدة في القاف، هذا الأمر أمر عام تجده عند كثير من الذين يقرؤون. القاف هنا مشددة في الحق مرتين، القاف هنا مشددة، ذكرت كثيرا أن الحرف المشدد يكون عبارة عن حرفين يأخذ مجاله في الصوت عن حرفين. فعندما وقفت على الحق أنت قلت الطريقة اللي قرأت فيها الحق، هذا حصل سكت وليس وقف حقيقة، لأنك قطعت الصوت عن القاف. فعندما تقف عليها مثل ما تصلها مثل ما تقف عليها الحق، خلاص شد ثم قف. وأيضا في حال الوصل لما تقول الحق، لا وضحت؟ تمام جزاك الله. ولم يعي بخلقهن، شددت العين بطريقة زائدة حتى أن حركة الفتح في الياء اختفت، وهذا أمر خاطئ، يجب أن تكون جميع الحركات في الكلمة الواحدة في مستوى واحد. الأمر الأخير عندنا لا الناهية ولا النافية. لا الناهية تختلف في المعنى عن لا النافية. لما قلت هنا ولا تستعجل لهم، هنا نهى الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تقول ولا تستعجل لهم. عندما قلت ولا حصل أمرين، اللا هنا أصبحت كأنها نافية، والأمر الثاني اختلست الواو وهي الفتحة. فعندما تأتي بحركة الواو كاملة ستأتي بالمد في اللا الناهية كاملة، فتقول ولا تستعجل لهم، ولا تستعجل، افصل كل حرف عن الحرف الآخر. وأنا ما أقول هذا كلام، أعرف أني أطلت لكن القراءة كانت جدا جميلة، بارك الله فيك. وأنا كمان أعيد وكرر، كل ما جاء طالب متميز وكلهم متميزين طبعا كل ما زادت الملاحظات. طيب جاهز محمد؟ إن شاء الله. متوتر؟ لا لا إن شاء الله. لا لا إن شاء الله، ولا لا متوتر إن شاء الله، ولا لا ماني متوتر؟ لا ماني متوتر إن شاء الله. طيب نشوف دقيقة الاختيار. بسم الله، تقول لا ولست متوتر ولا هذيك؟ الله يعطيك العافية. قبل الاختباء أو قبل القراءة كنت متوتر، لكن الحين شوي خف العرق اللي في اليد صح؟ الحمد لله. يمكن مع الوقفة وأنت تسمع ملاحظات. الحمد لله. طيب 40 ثانية ما شاء الله تبارك الله، أول إضاءة خضراء. طيب شيخ عبد الرحمن الظاهر أنك أنت ترى الإيقاف خلاص راح، يمديك تختار يعني. بس الله عليه الإيقاف خلاص اختار. الحمد لله أنت بحين في الأمان. الحمد لله. تمام؟ تمام. بس تقول هل من مزيد صح؟ بس الله من فضله. يا رب. نشوف باقي 20 ثانية وربنا كريم. ما شاء الله تبارك الله. نشوف شيخ عبد الرحمن كمان عطاك الضوء الأخضر. شوف شيخ مصطفى حط يده وحط سماغه على عيونه. بس ما أظن يمكن شيخ يوسف سوى كرت إيقاف وضحك. ماخذين مقالب من قبل. ها؟ ها؟ في أحد بيستخدم كرت الإيقاف؟ أنا كنت بقرأ أشوف مكتوب عليه إيش مكتوب إيقاف طلع إيقاف. ترى عادي شيخ صابر تقدر تستخدم كرت الإيقاف. راحت الدقيقة إيقافين في حلقة يعني طبعا مضاربات هذه. طيب شيخ عبد الرحمن تبغى تستخدم كرت الإيقاف؟ انتهت الدقيقة. لا كرت الإيقاف بعد إن شاء الله يجي وقته. ها كذا يعني. طيب. في الهواء كذا يا أخي محمد يجي وقته. الاختيار عندك بين الشيخ عبد الرحمن والشيخ صابر. مشايخ بفيه وكسور كلهم الله يعطيهم العافية، جزاكم الله خير، أسأل الله لكم الأجر المثوب على ما تقدمون لهذا البرنامج. لكن لابد من اختيار شيخ. يلا بسم الله. فنختار الشيخ صابر ان شاء الله. الشيخ صابر ما شاء الله تبارك الله، هنيئا لكم امامك لفريق الشيخ صابر ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله عليك انت جميله بالعكس. الله يسلمك انت مكسب ما شاء الله. توفيق محمد موفق ان شاء الله. الله يبارك فيك.